السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم حابة أقدم لكم تيك كفتة على الطريقة التركية. هاي الأكلة يعني معروفة بتركيا. قبل ما نبلش بالمقادير، يا ريت تدعمونا باللايك واشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس. بسم الله. عنا دمس رمان، نص كاس زيت زيتون، بقدونس، فلافلة ناعمة حمراء، فلافلة ناعمة سودا، عنا دبس فلافلة، عنا تلج، حبة ليمونة، حبتين بصل، عنا بهارات الكبة، عنا كاستين برغل ناعم أسمر، عنا ملح. يلا نبلش بالطريقة. أول شي راح نجيب بشارة ونفرم البصل، لأن البصل بتشمر لازم تكون بشارة. هلا هيك بكون خلصنا البصل. هلا هيك بكون خلصنا. نحن نضيف لها البهارات والملح. وراح نبلش ندعك فيها. هاي الأكلة معروفة، لازم نضل نفرق لحتى تلين معنا البرغل. نضل نفرق فيها لحتى البرغل يلين معنا. هاي الأكلة مشهورة إنه أكتر شي بدها شوية عزامة يعني. في ناس بحطوا لها مي باردة، في ناس بحطوا لها مي سخنة، أنا بستعمل التلج. بس بدها فرك كتير مثل ما انتم شايفين حتى تتماسك معنا. هاي أكلة معروفة كتير بتركيا، بتتباع بالمحلات، كمان مشهورين بالتشي كفتة. هلا مثل ما كنت شايفين عم تتماسك معنا. هلا راح نضيف دبس فلافلة ونكمل فرك. بعد ما نخلص من تشيك افتاح راح نحضر الصوص اللي بتقدم معه، بتقدم مع تشيك افتاح في المطاعم. في ناس بتحط اللحمة، لحمة نية. يوم تاني حنقدم لكم تشيك افتاح باللحمة. هلا كيف حتعرفوا انه التيك توك صارت تمام؟ لما هيك بتحسوه بروح الصينيه شايله معكم من لو تحت الصينيه، معناتها انه هيك خلصنا يعني. هلا راح نضيف عصره ليمونه وزيت، وراح نضيف دبس رمان. نفركها شوي مع بعض حتى يوصل لكلك. يعني إذا جربتوها فأنا حتحبوها أكثر من تجيبوها من السوق. أنا أبدا ما بشتريها من السوق، بضل بعملها على إيدي لأنه يعني بيكون أنظف وأحسن. وهلا خلصنا من هيك التشيك كفتة، وراح نبلش نعمل الصوص اللي بتاكل جنبه. هلا حنحضر الصوص اللي بتقدم مع التشيك كفتة. طبعا التشيك كفتة معروفة انه هي حارة، بس انا بجيب كل شي حلو مشان ما تصير حارة زيادة مشان البنات. اول شي حنجيب عصرة الليمون، قطع الحبات، راح نجيب شوية زيت زيتون، بعد ما ضفنا زيت الزيتون راح نضيف دبس رمان،
هنضيف الكمون شوية ملح وشوية دبس بندورة معجون طماطم شوية فلفل نعناع، راح نخلطهم مع بعض. هذا حيكون الصوص اللي مع التشيكن اللي بتقدم. هلا حورجيكم كيف نعمل أقراص تبع التشيكن. أول شي بنجيب شوية مي وتشيكن، نحط إيدنا بالمي مشان ما تلزق معنا. ناخذ شقفة هيك بهي الطريقة، بهي الطريقة هنعمل أقراص تشي كفتة. وهلا خلص نبلش أقدملكم طريقة التقديم. وهيك نكون خلصناها، هي النتيجة النهائية. إذا عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا باللايك واشتراك بالقناة. صحة وعافية.